بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم بريدة، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أختكم في الله حافظ جيم. أختنا تقول: صليت صلاة الفجر وفي الركعة الأولى شككت هل سجدت الثانية أم لا، ثم قمت للركعة الثانية وأنا لازلت شاكا، فقرأت سورة الفاتحة ثم رجعت فسجدت، ثم قمت لأداء الركعة الثانية فأكملتها، ثم سجدت سجود السهو قبل السلام وسلم. ما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من ترك ركنا من ركعة ركعات الصلاة أو شك في الإتيان به وقام للركعة الثانية فإنه تلغو الركعة التي ترك منها الركن أو شك فيه، وتقوم الثانية مقامها ويكمل صلاته على ذلك ويسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام. وأما ما ورد في السؤال من رجوع السائل بعدما استتم قائما ليأتي بالسجود الذي شك في الإتيان به، هذا خطأ، هذا خطأ منه. وإذا كان بنى على هذه الركعة فإن صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الصلاة، لأنه بنى على ركعة بطلت بقيامه ركعة الثانية وشروعه فيها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل عورة المرأة أمام النساء كعورة الرجل أمام الرجال في الحدود جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المرأة أن تستر نفسها سواء عند الرجال أو عند النساء، لكن عند محارمها أو عند محارمها من الرجال أو عند محارمها أو عند النساء فإنها تكشف ما جرت العادة بكشفه مما تحتاج إلى كشفه كالوجه والكفين والقدمين، وأما ما زاد عن ذلك فلا حاجة إلى كشفه حتى ولو عند النساء أو عند محارمها، بل تستر ما لم تحتج إلى كشفه، وهذا من الوقار والحشمة. ولأنها لو كشفت شيئا زائدا عن الحاجة لا سنت سنة سيئة للنساء، فعليها أن تلتزم بالستر عند الرجال والنساء وعند المحارم وغير المحارم إلا ما تحتاج إلى كشفه، فإنها تكشفه عند محارمها من الرجال وعند النساء كالوجه والكفين والقدمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وكذلك الرجل أمام الرجال شيخ صالح؟ الرجل أمام الرجال عورته محددة بما فوق السرة وتحت الركبة، يعني من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل. وإذا تجمل وغطى بقية جسمه مما يعتاد تغطيته كأعلى الجسم والساقين فهذا أجمل وأحسن، لكنه ليس بواجب. الواجب ستر العورة وهو ما بين السرة إلى الركبة في حق الرجل مع الرجال. وإذا ستر بقية جسمه، ستر أعلى جسمه وستر ساقيه، فهذا أكمل وأجمل من الهيئة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القائلون بذلك شيخ صالح بالنسبة للنساء بأن عورة المرأة أمام النساء كعورة الرجل كما أمام الرجال، هل لهم مستند؟ هذا يدور على الألسنة، ولكن بالرجوع إلى كتب أهل العلم نجد له أصلا من كلامهم فيما اطلعنا عليه، ولا حاجة
إلى إشاعة هذا القول. فكل المرأة تبدي ما فوق السرة عند النساء أو تبدي ما تحت الركبتين عند النساء كما يقال إن عورتها كعورة إن عورتها عند النساء كعورة الرجل عند الرجال، فهذا شيء يحصل به فتنة ويحصل به شر. نعم. إذا تنصحون النساء بأن يتمسكن بالحشمة والآداب حتى أمام النساء، حتى أمام النساء ليكن قدوة صالحة قدوة حسنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم مروج من المملكة بعثت تسأل وتقول: لقد رضعت ابنة أختي 4 رضعات متفرقة بينها عدة شهور، ثم بعد ذلك رضعتها الرضعة الخامسة، ولكني أشك في هذه الرضعة الأخيرة لأنني عندما قمت بإرضاعها أمسكت الطفلة الثدي وشربت منه قليلا ثم نامت عليه، ولا أظن أن هذه الرضعة أشبعتها، ما حكم الدين في ذلك؟ أفتونا مأجورين مع التوضيح جزاكم الله خيرا. حد الرضعة ليست كما فهمته السائلة أن يشبع الطفل، إنما حد الرضعة أن يمص اللبن ولو كان قليلا، فإذا مصه وتركه فإن هذه تعتبر رضعة ولو كان اللبن الذي مصه قليلا، فما دامت أنها أرضعت هذه الطفلة 5 مرات فإنها تكون بنتا لها من الرضاع، ويكون محارم هذه المرضعة محارم للمرتضعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم نوف بعثت برسالة تقول: ما حكم الصلاة في المطبخ؟ اشترط للصلاة أن تكون في بقعة طاهرة، فإذا كان المطبخ طاهرة أرضه فلا بأس بالصلاة فيه، إلا إذا كان فيه ما يشوش عليها في صلاتها فإنها تطلب مكانا تؤدي فيه الصلاة بطمأنينة وعدم تشويش. أما إذا كان ليس في المطبخ ما يشوش عليها في صلاتها وأرضيته طاهرة فلا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لدينا شغالة غير مسلمة وعلمتها الإسلام ورغبتها فيه، ثم قامت بالصلاة والصيام على أحسن وجه، ماذا أفعل بعد ذلك؟ وكتبت لها بعض الصور الصغيرة في لغتها لكي تحفظها، هل علي إثم في ذلك أيضا؟ جزاكم الله خيرا. أحسنت في دعوتك هذه المرأة إلى الإسلام وأنها استجابت لذلك، لكن لا تدخل في الإسلام إلا بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بالإتيان ببقية أركان الإسلام كالصلوات الخمس، صيام رمضان، والحج إذا استطاعت إليه سبيلا، وإذا كان عندها مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه. الحاصل أن الكافر يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يؤدي ما أوجب الله عليه من فرائض الإسلام. فأنت أحسنت في دعوة هذه المرأة وأنها استجابت، لكن لا بد من نطقها بالشهادتين. وأما قولك إنك كتبت لها سورا من القرآن بلغتها، فهذا لا يمكن أن يكتب القرآن بلغة أخرى غير العربية، لأن الله أنزله بالعربية، ولا يمكن أن يؤتى بلفظ من اللغات الأخرى تقوم مقام اللغة العربية في الإعجاز والأسلوب. إنما الذي يجوز أن يكتب باللغة الأجنبية تفسير القرآن، تفسير القرآن ومعنى القرآن يكتب بلغة أخرى، أما نص القرآن ولفظ القرآن فلا يجوز أن يكتب بأي لغة من اللغات إلا اللغة العربية التي نزل بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم النذر في الحلم؟ هل إذا تحقق هذا هل أوفي به علما بأنه صعب؟ الحلم لا يلزم به نذر، فإذا نذرت في الحلم فإن هذا النذر لا ينعقد، لأن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ. ما شاء الله. قبل صلاة الظهر هناك 4 ركعات سنة، هل بينهن تسليم؟ نعم، كونهن بتسليمتين أفضل وأكمل، ولو صلاهن سردا بسلام واحد جاز هذا، ولكن الاتيان بسلامين في 4 ركعات هذا أفضل وأتم، بل بعض العلماء يرى أن هذا واجب، لأنه ورد في بعض روايات الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مقدار كفارة اليمين الحلف بالكيلو؟ مقدارها 15 كيلو على 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو، هذا مقدارها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم يوسف من الرياض تسأل: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس وأرادت أن تغتسل، هل يجب عليها غسل شعرها بالماء والصابون أم يكفي الماء؟ يكفي الماء،
وإذا استعملت معه شيئا من المنظفات كالصابون وغيره من أدوات التنظيف فلا بأس بذلك، وإن لم تستعمل شيئا من المنظفات فإن الماء يكفي وهو الأصل. نعم. تسأل عن صفة الرضعات المحرمة، وهل يجب أن تكون متتالية؟ جزاكم الله خيرا. صفة الرضعات المحرمة أن يمص الطفل الثدي وينزل يدر عليه لبن ثم يتركه لانتقال إلى ثدي آخر أو لتنفس أو لعطاس أو غير ذلك، فإذا مص اللبن ثم ترك الثدي ثم عاد إليه ومصه ثانية هذه رضعة ثانية، وهكذا إلى أن يكمل 5 رضعات، سواء كانت هذه الرضعات في مجلس واحد أو في عدة مجالس. فإذا رضع 5 رضعات يعني 5 مصات وكل مصة يدر عليه لبن فإنه يعتبر ابنا للمرضعة ولمن ينسب لبنها إليه، فيكون ابنا لها وابنا لزوجها، وتكون محارمها محارم للرضيع، وتكون محارم الزوج الذي ينسب إليه اللبن محارم للرضيع أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز زيد اسمه بالحرف حاء أبو صابر يقول: أسألكم، إذ أني تزوجت امرأة وجلست معي 3 أشهر تقريبا ثم طلقتها بوكالة، وكلت أبي على ذلك وأخذت الوكالة من السفارة، هل أنا أكون قد ظلمتها حينئذ؟ وهل علي ذنب؟ وإذا كان علي ذنب أو كنت ظالما لها فكيف أتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرا. لا ذنب عليك في طلاقها إذا لم يكن لك فيها رغبة، سواء طلقتها أنت أو وكلت من يطلقها كما ذكرت، فتطليق الوكيل مثل تطليق الموكل. وأما هل لها عليك، هل أنت ظلمتها؟ فلا ندري، إذا كان عندك لها حقوق فإنه يجب عليك أن تؤدي إليها حقوقها، أو كنت ظلمتها في شيء يجب عليك أن تستسمحها أو تؤدي ما ظلمتها فيه إن كان ما ظلمتها به إن كان مالا أو حقا من الحقوق تؤديه إليها. شيخ صالح، لا ترون أن سؤاله عن الظلم واقع في نفسه شيء ربما يكون قد تصرف غير مناسب؟ هو كما ذكرنا، إذا كان يعلم أنه قد أساء إليها إساءة نفسية فعليه أن يستسمح منها وأن يستبيح منها. أما إذا كان ظلمها بحق من الحقوق فإنه لا بد أن يؤدي إليها الحق الذي ظلمها به إلا أن تسمع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يتساهل في أمر الطلاق شيخ صالح، فربما استمتع بالمرأة 1 أو 2 شهور أو فترة معينة ثم طلقها واستبدل بأخرى وهكذا، هل لكم من كلمة يحفظكم الله؟ لا ينبغي الإنسان يكون ذواقا يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، هذا منهي عنه وغير مرغوب فيه شرعا. الإنسان يتزوج زواج رغبة، فإن صلحت له المرأة استمرت معه، وإن لم تصلح له فإنه يطلقها، مساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الذي يتزوج ويطلق يعني من باب الهواية أو التشهي فهذا أمر مكروه أو محرم لما يترتب عليه من الإساءة إلى النساء وإضاعة حقوقهن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الطلاق ثقيل على المرأة بمعنى الكلمة الشيخ صالح، هل من كلمة لمثل أولئك النساء؟ لا شك أن الطلاق ثقيل على المرأة إذا كانت تحب الزوج أو كانت ذات أولاد منه، فإن الطلاق يفرق الأسرة ويسيء إلى الأولاد، يترتب عليه مضار، ولذلك الطلاق تتناوبه الأحكام 5. ما شاء الله. تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا، وذلك بحسب الأحوال بحسب الظروف والملابسات التي تسبب الطلاق. نعم. شيخ صالح، لو وقفنا بعض الوقفات، متى يكون الطلاق واجبا؟ إذا لم يكن له رغبة في المرأة وليس في بقائها معه مصلحة، وإنما يمسكها لأجل أن تفتدي منه،
أو ينتقل منها وليس له رغبة فيها، فإنه يجب عليه أن يطلق، ولا يجوز له أن يمسكها وهو لا يرغب فيها، وإنما لغرض آخر، إما التشفي وإما يجب أن تفتدي منه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في تلك الأحوال يكون الطلاق واجب؟ نعم، لأجل إزالة الظلم، لأجل إزالة الظلم يكون واجبا، لأجل إزالة الظلم عن المرأة. يحفظكم الله. نعم. متى يكون الطلاق حراما؟ يكون الطلاق حراما في الأحوال التي حرم الله فيها الطلاق، مثل الحيض. نعم. مثل الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه، وهو طلاق البدعة. طلاق البدعة حرام. الطهر الذي جامعها فيه لا يجوز أن يطلقها إلا إذا استبان حملها، وكذلك طلاقها في الحيض محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات من غير مسيس. ولأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. وكذلك من الطلاق المحرم أيضا البدع في العدد، بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، فهذا طلاق بدعي ومحرم، لأن المشروع أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، وإن بدا له أن يراجعها أثناء العدة فله ذلك، وإن انتهت عدتها ولم يراجعها بانت منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومتى يكون الطلاق مكروها؟ إذا كانت الأمور مستقيمة بين الزوجين وليس هناك سبب يقتضي الطلاق فإنه مكروه، لأن بقاء الزوجية مصلحة ومنفعة. ومتى يكون مستحبا؟ كذلك إذا كان في بقاء المرأة نوع من الإضرار بها، أو أن الأمور غير مستقيمة بين الزوجين والعشرة غير متمشية على الوجه المطلوب، فإنه يستحب الطلاق حينئذ لإزالة هذا النوع من الضرر. والطلاق المباح؟ الطلاق المباح إذا كان كل من الزوجين يرغب في الطلاق، من أجل أن يحصل التيسير، وقال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوجة ابتليت بصاحب كبائر عافانا الله وإياكم كتركه لبعض الصلوات أو لتعاطيه للمخدرات، ما حكم طلاقها حينئذ؟ زوجة ابتليت بصاحب كبائر كتركه لبعض الصلوات أو لتعاطيه للمخدرات. أما إذا كان تاركا للصلاة فلا يجوز بقاؤها معه، لأنها مسلمة وهو كافر، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا، فلا يجوز للمسلمة أن تبقى معه، يجب عليها وعلى وليها طلب الفراق منه. وأما المبتلى بالمخدرات هذه معصية عظيمة، فإذا خافت على نفسها من الضرر من البقاء معه، أو خافت التأثير على أولادها منه، فإنها ينبغي لها أو مستحب لها أن تطالب بالفراق منه، بل قد يجب عليها ذلك إذا كان هناك ضرر عليها أو على أولادها، يجب عليها لأجل إزالة الضرر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ينظر الناس إلى المطلقة نظرة معينة، ربما تكون نظرة استقلال، نظرة احتقار ونظرة ازدراء، هل من كلمة يحفظ؟ ينظر الناس أو بعض الناس بالأحرى إلى المطلقة نظرة فيها شيء من الاحتقار والازدراء، هل من كلمة؟ هذا أمر لا يجوز أن ينظر إلى المطلقة بنظرة احتقار، لأنها امرأة مسلمة، والطلاق والحمد لله ليس هو من الأمور التي لها تأثير على المرأة، ربما تطلق وهي من أحسن النساء خلقا وأحسن النساء سيرة، الطلاق ليس فيه عيب، ليس فيه مذمة، الذي يتنقص المطلقات هذا يكون آثما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من المملكة الأردنية الهاشمية رمز إلى اسمه بالحروف ميم قاف، يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد في أول ركعة هل أقطعها؟ هذا فيه تفصيل من العلماء من يرى أنه يجب عليه قطعه،
السنة إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يجب عليه قطعها. والفريق الثاني من أهل العلم يقول يكمل الصلاة إذا أقيمت وهو فيها فإنه يكملها خفيفة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، معناه أنه لا يشرع في صلاة بعد الإقامة، في صلاة نافلة بعد الشروع في الإقامة، أما من أقيمت وهو في نافلة فإنه يكملها خفيفة. وعلى كل حال لعل الأوجه في هذا أنه إذا كان في آخر النافلة فإنه يكمله، أما إذا كان في أولها وسيفوت عليه الاستمرار فيها وقتا طويلا فإنه يقطعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى